يا مساء الفل والهنا. أنا النهاردة متونسة بنجمة ما تعديش بالساهل الحقيقة. ليه؟ لأنه هي فعلا مختلفة في أشياء كتيرة جدا. هي فنانة سورية، طبعا عرفتوا يعني بتكلم عن مين، مهم يعني فنانة سورية جت مصر بعد نجاحات في سوريا كتير، وبعد ما طافت وجالت في مجالات كتير، يعني ما هياش طالعة شيطاني وما هياش طالعة بنت لحظتها، لا دخلت في حاجات ودرست وقرت واتعملت تجارب وحاجات كده ونجحت. وبعدين جت مصر فنجحت وتألقت جدا، فامتزجت جدا، امتزجت وبقى الملامح مش باينة، يعني خلاص بقت التكوينة سوري مصري مصري سوري، مش مهم. هي في الآخر كندة علوش، هي تركيبة، هي طعماية، هي حاجة حلوة موجودة معانا، مش حاسين خالص ان هي كانت في حتة وجت ولا اي حاجة خالص، لكن هي بكل ما تحمله من جمال سوريا وتراث سوريا لما امتزجت كان المزج غني وجميل. وبعدين راحت حبة الولا اللي حيلتنا وما قالولناش ان هما بيحبوا بعضيهم، هي والولا اللي حيلتنا. فعملوا فرح، فبقت هي عروسة العام ويمكن العامين الثلاثة اللي جايين، لأنه كان الفرح مختلف، ناس كلها فرحت جدا بيهم، مش كلهم قوي يعني، في ناس طلعت روحها من الموضوع من ناحيتين، إنما اللي كان لسانهم أطول هم بتوع الولا اللي حيلتنا هم دول اللي راحوا مغجرين وعاملين مشاكل وقصص، لكن معجبينها كانوا لطيفين ويتمنون السعادة والرفاء والبنين والمش عارفة إيه. وعملتي فرح الحمد لله يا رب، أو هم فرحين، لكن الكبير فيهم كان مهم قوي في إيه بقى؟ إنه أنتوا عملتوه في أسوان، فأصبح أو أسستوا أو أكدتوا على ما يطلق عليه سياحة الأفراح، ودي سياحة لوحدها. يعني في بلاد عايشة على إنه الناس تروح تعمل فرحها في كومو، في لوجانو، فمش عارف إيه، فيلا داستي، الحاجات اللي كده دي. فبقت فجأة أسوان أحد هذه الديستنيشن أو المواقع اللي الناس ممكن تروح تعمل فيها أفراح. دي حاجة جميلة جدا وأضافت كتير قوي. الأول أهلا وسهلا. أولا أنا فعلا والله أنت وحشاني جدا جدا جدا. أنت كمان. وثانيا ببقى سعيدة جدا لما بكون معاكي، ويعني بقالنا شوية بس ببقى سعيدة وببقى جاية متحمسة، والنهاردة جاية عارفة أن يعني إيه أحطك في علقة بس مبسوطة بيها. هقولك حاجة على موضوع أسوان. الصراحة هو ما ابتداش، ببتدي معاكي من النقطة دي، هو ما ابتداش من الفرح. الصراحة اللي عمل حاجة مهمة جدا لأسوان كان مسلسل جراند أوتيل، يعني دي كانت البداية. أكيد حتما أسوان مكان أو سبوت، مكان معروف وعند الغرب حتى يمكن أكتر من عند من عندنا إحنا كعرب، معروف قيمته، سواء قيمته التاريخية أو قيمته الجغرافية أو الطبيعة اللي فيه أو سكانه الرائعين. بس لما جه المسلسل فعلا نور على المكان ده، على جمال طبيعته وعلى ناس وعلى إلى آخره، فلقيتي الناس تقول ده فين والمكان ده فين، وتسأل على سوشيال ميديا وناس من بره مصر وإلى آخره. ففعلا حتى الأوتيل اللي هو أولد كاتراكت، الأوتيل الشهير العريق المعروف، بقى اسمه جراند أوتيل، بقت الناس تروح تقول احنا عايزين نروح جراند أوتيل. فده كان الخطوة الأولى اللي أكيد مش عرفت الناس على أسوان، بس سلطت النور أكتر صحيح على أسوان. صحيح. وده اللي خلانا نفكر أصلاً إن إحنا يكون الديستنيشن بتاعنا أو توجهنا هو أسوان. المكان ساحر بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، عراقة رهيبة، الآثار اللي فيه سواء هو أو الأقصر، أنت عارفة يعني سواء هو أو الأقصر، في أقدم معابد في الدنيا، النيل فيه في أجمل مكان فيه في مصر، النيل موجود هناك. أهل النوبة جمالهم وحلاوتهم وانفتاحهم وتعاملهم مع الناس والسياح كل حاجة في المكان ده، فعلا انت بتروحي تتعالجي، يعني تروحي تقعدي هناك ما تعمليش حاجة بس تتأملي. صحيح.
فده كانك رحتي عملتي علاج نفساني. فلما الصراحه الاقتراح كان من عمرو، لما عمرو اقترح انا كنت سعيده جدا، بس كنت خايفه من فكره، عارفه انت اي فرح بعيد يعني وجع قلب ودماغ وحجوزات وطيران ومش عارف ايه، وناس تقدر وناس ما تقدرش، بس الحمد لله كل حاجة حصلت زي ما احنا كنا عايزين واكتر. كل الناس بس كنا مفتقدينك جدا جدا. ما عرفتش اجي، كنت مسافرة برا مصر. انا عارفة كنا مفتقدينك جدا فعلا، يعني كان نفسنا تكوني معانا. بس الحمد لله الناس اللي جت انبسطت. اللي حصل هو ايه؟ فعلا دلوقتي السوشيال ميديا يمكن دي من الحاجات الايجابية، يعني السوشيال ميديا ليها وجع دماغ هنتكلم عنه. هنيجي فيها الوجع دماغ. ايوه، بس الحاجة الايجابية ان لما يبقى في نجوم محبوبين، كل ضيوفنا اللي نورونا وكله بينزل اسوان وأولد كاتاراكت ومش عارف ايه والمعبد الفلاني والمكان الفلاني، وكل واحد اقل واحد فيهم عنده 3 4 مليون بيشوفوه وبيتابعوه، فكله بقى عايز يشوف ده فين واسوان فين وعايزين نروح. وبعد كده سمعنا ان سواء بعد المسلسل او بعد الفرح بقى في كميه حجوزات لافراح. صحيح. والناس عايزه تروح، مش بس افراح وسياحه. الحمد لله. فانا بالنسبه لي كنت سعيده جدا، المكان كان طاقته الايجابيه يعني ساحره. وببقى اسعد ان اعرف ان ده عمل، عارفه بعد كده بقى يعني عايزه تقوليها ترند او وات ايفر، ان بقت الناس تروح وتبقى سعيده انها تروح سواء تحتفل او تروح تعمل سياحه. تعالي نشوف صور بقى حلوه من الفرح ده. لانه كان جمع كمان غير ان انتوا الاحباب، وجمع احباب حلوه كتير. ده حقيقي. تعالي. ايوه، بس انت جايبه لي الحاجات دي ليه دلوقتي؟ رشوه. انا حاسه، قلبي حاسس ان انت انا جايبه لك حلويات سوري. ممكن طبقك تديني؟ عايزه ادوقك حاجه. حلويات سوري من راجل شاطر جدا، يعني يا رب بس ما تعتبروهاش دعايه، اسمه الماسه. سوري شاطر جدا. انا عايزه ادوقك مبدئيا دي اللي هي حلاوه الجبن. يا نهار ابيض، دي مش انا عاملاها. واحده خلاص ماشي. انت مش عامله ولا حاجه من دول؟ لا مش عامله ولا حاجه من دول. ده فوتها. ايوه القطر عليه يا عيني. ايوه القطر هنا اللي بيقولوا له عسل، احنا بنقول له قطر. عايزاك تدوقيها، لانه بيتعمل مخصوص القطر. ايوه يا رب للصنف يعني. ثانيه مقسمه عشان كبيره وانا بقي نونو. اسمها حلاوه الجبن. الجبن يعني حلاوه الجبن. والحاجات التانيه دي ايه؟ دول معمول وغريبه وبرازق، ودول بقى البقلاوه وعش البلبل والحاجات اللي بالفستق. حلوه. بالهنا والشفا.
الله كده حليتي لي بقي. ايوه الباقي بقى هدوق بعد ما نخلص، هدوق برضه هخف عليكي في النبر. يا خرب انت مش هتاكلي حاجه؟ لا انا عامله دايت والله، فجاه تدبسين انا في كل ده. الله العظيم. طيب لما بتقولي لي السوشيال ميديا في الحته الجانب الايجابي والجانب السلبي، طبعا استكمالا بقى الموضوع انك خدتي الولا، انه حصل عليكي راو مضحك لانه وناس بتصدق. على فكره إن يا جماعه السوشيال ميديا مش اي حاجه تقروها تصدقوها. طب خدوا المثال ده، مين الست اللي عملت الاكونت باسمك؟ هموت. استني فجاه انا لقيت ناس بتكلمني او بيبعتوا لي مقاطع، يا كندا ايه الفجر ده، يا كندا ايه الجبروت ده، يا كندا انا مش فاهمه اقول لهم في ايه، ايه الردود دي يا كندا، احنا ما كناش عارف. الناس من صحابي ما نعرفش السايت ده فيكي في ايه يا جماعه. فروحت فتحت على فيسبوك لقيت فعلا في حد واحده عامله اكونت باسمي وجايبه له فيريفيكيشن، جايبه له العلامه الزرقاء، عملته باسمي، وخلال والله العظيم خلال 3 ايام جابت حوالي 500,000 متابع. تنزل ايه؟ تنزل مثلا اي صور قديمه ليا والعمر او صور كنا نزلناها على السوشيال ميديا او جابتها من هنا او هنا، ده قبل الفرح، وتروح حاطه الصور وتقول ايه موتوا بغيظكوا، ده حبيبي، ده حبيبي، ده ليا انا، ده مش عارف. وانا وباقي الناس ترد لا بقى، وانت خدتيه مننا، فتروح رد عليهم اه خدته منكم وعلى عينكم، وحاجات غريبه. وبعدين استغرب انا ازاي صحابي مصدقين ان انا ممكن اقول يعني ازاي، يعني انا ازاي ممكن ارد الردود دي، ولا ازاي ممكن اقول كده، او انك تفكري تعملي الاكونت اصلا. اشتغلت شغل الست دي ما شاء الله. يعني تنزل مثلا كل ربع ساعه صوره او فيديو وتنزل بقى مرضيه بالبنات، والناس بقى ايه تتعامل معاها على انها كنده، وتروح منزله لهم حاجات كوميكس وتتريق وحبيب قلبي وروحي ومش عارف ايه. ما في، انا ما اعرفش طبعا هي مين، قفلناه قانونيا يعني ان هو لا طلعنا الباسبور وطلعنا. ازاي جابت يعني جابت علامة الزرقاء ازاي؟ ما انت عارفه بقى دلوقتي بقى دول بقوا عارفه قراصنه فعلا بكل معنى الكلمه. فده كان من الحاجات الاول بتضحك، بس بعد كده عارفه ايه اللي مش بيضحك؟ ان انا بقابل طول الوقت ناس مصدقه ان دي انا. والله يا كندا ده انت طلعتي، لا ده انت طلعتي مش كياده وغيازه ليه؟ بقول عشان كذا يا جماعه، والله ما انا، والله ما انا، وليه هعمل كده يعني؟ قصدي مش حلوه اصلا يعني. تخيلي واحدة ومش تركيبتك انت يعني، حتى انا استغرب ان اصحابك يصدقوا لانه دي مش تركيبتك، مش القريبين يعني اللي ابعد شوية. بس كمان عملوا، ما هو اي حاجة بقى، ما هو انت اي حاجة دلوقتي بتحصل في اي هبل. ده كميات. فمثلا فستان الفرح الاولاني اللي عملتيه للعائله. انا بصي، انا لما جينا احنا عملنا، احنا كنا مقررين ما نعملش فرح خالص. قلنا على الضيق للاهل هنعمل حاجه عشاء ضيق، وللاصحاب بارتي صغيره. وفجاه الحاجات توسع مننا، عارفه توسع مننا، توسع لغايه ما وصلنا لفكره ان احنا فرح للاهل كبير هنا في القاهره وفرح للاصحاب كبير في اسوان. الكلام ده الناس بتحضر له وتسع. انا حضرت معاكي مره حلقه هنا، كنت جايبه 2 ويدنج بلانر. ايوه الناس انا اسمائهم معروفين بالظبط، بيقعدوا يقولوا لك كانوا ان البنات بتعمل ايه 9 شهور قبل وست شهور قبل. احنا عملنا الكلام ده كله قبل الفرح بشهر، يعني احنا خدنا القرار قبل الفرح بشهر احنا هنعمل فرحين. فضغط وجري ومش عارف ايه. انا اتعرفت على راجل رائع اسمه حسن ادريس، ديزاينر لبناني رائع يجنن، شاطر جدا. رحت له لبنان، وانا كنت كل ده وانا بصور مسلسل حجر جهنم. رحت له لبنان وعمل لي الفستانين. قال لي عايزه ايه؟ قلت له الايفنت الاولاني ده بسيط للاهل، فعايزه فستان بسيط، والتاني بقى ده اللي احتفالي ممكن نعمل فيه شغل والى اخره. انا الحقيقه شخصيتي اصلا مايله للاولاني، يعني انا شخصيتي الحاجات البسيطه المينيموم الى اخره. ما نزلتش انا صوره، نزلت تسريبات صور، فناس من الموجودين في الفرح نزلوا، فالصور بتبقى من التسريبات مش حلوه يعني، كواليتي مش كويسه يعني. فعلا الصوره مش حلوه، والناس شافت ان الفستان بسيط جدا. الفستان اللي هي لابسه هم لسه مش عارفين ان انا في فرح بعده وهعمل بتاع، هو بعد كل ده هتصوم صوم يا عمرو وتفطر على مش عارف ايه؟ وايه الفستان اللي انت لابساه ده؟ وليه شكله عامل ده؟ انت لابسه جلابيه؟ فطلعوا بقى الناس الفتيين اللي هم عندهم لا ده مش جلابيه، ده فستان جدتها. والاعراف في سوريا ان الفساتين بتتوارث، فالجده بتورث لامها ومامتها ورثته. جدتي مين يا جماعه اللي ورثتني فستان وامي؟ وده بقى الخبر ده مثلا تقريب 150 موقع ومحدش يرجع يتاكد يعني، محدش يسال. خلاص هم قرروا ونزلوا، فطلع معاهم. وحتى لو كذبتي ما بيصدقوش يعني، هو كده قدر بقى ان طلع اي حد يهجص اي طلع معاهم ان ده فستان جدتي.
ده من الحاجات برضو اللطيفة. لا يا جماعة ده بعد كده نزلت الفستان فشافوا لا تصدقوا ده شكله حلو. لا ده فستانها مش عارف ايه. ففي حاجات عارفة بتضحك بس في حاجات بتبقى مش قادرة تصدقي قد ايه جاء اختلاق. انا مش فاهمة احنا بجد هنفوق امتى من قصة انك انت تقعد تردد حاجة تعمل شير بسرعة بالظبط واللي بنتي وبنتي الصغيرة ايه بقى بنتي الصغيرة بنتي الصغيرة ففرح الاهل فعمر شايل على ايده بنت صغيره بنت قريبتهم قريبه قريبتهم ولا حاجه فشايلها على ايده وانا واقفه جنبه بشكل طبيعي يعني ما تقوليليش نزلت الصوره فشوفي بقى الابداع حتى في صياغه البوست عن عظمه الراجل ده شايل بنت مراته في فرحهم ومش سائل عن التاريخ ومش سائل تاريخ مين وبنت مراته مين وخلفتوني امتى وجبت البنت والبنت كبرت ودخلت مدارس وتعلمت كل حاجه وعن عظمه الراجل ده اللي شايل بنتي في بقى الفرح بقى في دراما خلاص بقى واخد حزني ببنتي بالظبط تقولي لهم بقى يا جماعه دي مش بنتي الفستان ده مش فستان ما فيش الخبر بقى بينتشر انتشار النار في الهشيم. طب دلوقتي عدد المتفرجين على برنامجنا الحمد لله الحمد لله ما شاء الله ربنا يزيدنا اتمنى لا انا يا جماعه لا انا اللي عملت الاكونت اللي بيرازي في الناس ولا الفستان ده فستان جدتي ولا البنت الصغيره دي بنتي بس هو جوزي ولا انت طالعه تغيظي كل البشريه ولا عايزه اغيظ حد والله العظيم يعني ده القلب ما يريد يا جماعه